استهدي بالله، يلا قومي عشان ترتاحي شوية. أنا عايزة أرجع البيت. بيت مين يا هدى؟ بيت أبويا اللي مات وهو بيدافع عنه. البيت لو اتقفل يبقى الشيخ صالح أبو فضة مات بلاش. البيت مش هيتقفل يا هدى، وأنتي سمعتي سليم لما حلف وقال إن هو هيرجع لك البيت وهيفتحه معاكي كمان وهيحضر دفنة عم صلاح الله يرحمه. يبقى أنتي كده بقى مش عارفة سليم يا هدى. سليم طالما قال إن هو هيعمل حاجة يبقى أكيد هيعملها. خلاص خلاص استهدي بالله، تعالي معايا جوه في الأوضة. قومي يا دنيا، قومي يا حبيبتي. يلا حياتي يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. بنتي دي صعبانة عليا قوي يا فريد. وأنا كمان قوي يا طنط. أنا كنت بفكر أخدها معايا على البيت، هناك أوسع ومتهيألي هتاخد راحتها أكتر. وإحنا يعني يا فريدة اللي عشرة في البيت، على الأقل رد لها شوية من جمايلها هي وأبوها على سليم ابني. دول كانوا شايلينه من على الأرض شيل. طب ولما سليم يرجع؟ أنا فاهمة قصدك يا فريدة. لما يبقى يرجع ساعتها تشوف هنعمل ايه. هيرجع يا طنط ان شاء الله هيرجع. ملك عمرهم في ايه؟ جميله يا سيدي طلعت عامله فلوس متلتله من حوار انها نشطه ده. حتى الجمعيه بتاعتها طلعت بتاخد فلوس من بره. عادي يعني ده طبيعي، اكيد الامن مطلع الاشاعه دي. عادي. لا يا هيثم مش اشاعات. انا اتاكدت من ناس اصحابي يعرفوا ناس شغالين معاها. حتى موضوع سفريات امريكا طلع ولا مؤتمر ولا نيله. سافرت ايه؟ تتفسح يعني؟ هربت. خافت تتكشف فهربت. انا كمان عرفت امبارح ان هي اسمها نازل في قوائم الترقب. يعني الحاجه الوحيده في البلد دي العدله طلعت نصبايا. يبقى لازم ترحم نفسك وترحمني معاك ونشوف اي طريقه نهج بيها من الزفته دي. ولا انت عاجبك يعني اللي بيتقال دلوقتي؟ ادينا احنا اللي طلعنا في الاخر غلطانين ولا الكلب ما نفهمش اي حاجه. عاجبك؟ بص يا هيثم، ممكن نكون احنا طلعنا غلط في النهايه يعني. ونسيم الانصاري ده بطل وما عنديش شك في ده، واي ظابط مكانه كان هيعمل نفس الكلام. بس في حاجه تانية بتقول ان زياد مات في اسم شرطه وعلى ايد راجل شرطه. دي برضه هتذنبنا ايه؟ ذنبنا ان احنا اتولدنا في المخروبه دي، لازم نهج منها. هنروح فين؟ ونسيبها ليه؟ ده مش حل على فكره يا هيثم. الحل الوحيد بالنسبه لي ان احنا نكمل لحد ما نوصل مصر المكانه اللي تستحقها. وإيه اللي مانع مصر إنها تبقى في المكان اللي هي تستحقها؟ أعدائها كتير. حرامية، فاسدين، مصاصين دم الغلابة وإرهاب. يعني إحنا تسرعنا؟ آه يا عيسى، إحنا تسرعنا. كان لازم نفكر كويس قبل ما ناخد القرار ده. أدينا هنحاول. بصي يا هدى، مش عايزاكي تشيلي هم خالص. البيت ده بيتك وانا هنا اختك. ربنا يخليك يا سلمى. تعرفي ان انت شبه سليم قوي؟ لا سليم مش حلو قوي كده. انا مش قصدي في الشكل بس، قصدي في الروح كمان. ربنا يخليه لكم يا رب ويرجعه لكم بالف سلامه يا رب. طيب يا بنات انا هستأذن بقى، مش ناقصه ماما تقفش عليا اكتر ما هيقفش. محتاجه حاجه يا هدى؟ كتر خيرك يا فريده. خيرك انت اللي مغرقنا وعم صالح الله يرحمه. انا عايزاكي تستهدي بالله، ولو احتجتي اي حاجه تكلميني على طول. ربنا يخليكي. على فكره يا فريده، ليه حق سليم يحبك الحب ده كله. هنسلمكم. احمد تشرب ايه؟ انا مش جاي الضايف. ايه بقى انت بتتكلم كده ليه؟ تشرب حاجه سكران؟ مش انا اللي يتقال لي الكلام ده. اسمع يا لطفي، أنا استحملتك كتير وعمري ما فتحت بقي، لكن كل شيء له حدود. في إيه يا حماد؟ أنا مش فاهم ولا كلمة من اللي أنت بتقوله. اتفضل يا أخويا، اتفرج وأنت تفهم. وريني. واحدة ست تقول لجوزها كده يا فجرة. وأنت مكبر الحكاية كده ليه يا لطفي؟ اللي بينا أكبر من كده يا راجل أنت. بقول لك الواد ابنك منافق مرات ابني، وتقول لي هكبر الموضوع، أنت عايز تجنني؟ يا راجل هو من إمتى النسوان بتبوظ اللي ما بين الرجاله؟ بقول لك الواد مرافقها، مرافقها، والبنت هي طالبه الطلاق دلوقتي عشان تمشي على حل شعرها مع المحروس ابنك. خلاص خلي ابنك يطلقها. يا سلام، هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ يا جدع انت ابنك اتجوز واحده وطلعت شمال،
مش هتفرق بقى مع ابني مع غيره، يبقى الصح ايه؟ يفضل متجوزها ويبقى بقرون، ولا يطلقها ويخلص من قرفها؟ وانت تفتكر ان انا جاي لك لحد هنا عشان اخد رايك في ابني هيعمل ايه مع مراته؟ انا جاي اتكلم معاك بخصوص ابنك، ابنك اللي لا صرنا عشره ولا ملح ولا اي حاجه ما بيننا. طب هو تعمل غريب عنك يا عماد؟ ما انت عارف انه بايظ ومطلع عيني وعين امه، اعمل فيه ايه يعني؟ ابني ابيعه وارميه؟ لا لا سمح الله، بس طالما ابنك بقى غالي عليك قوي، انا كمان ابني غالي عليا ومش هسيب حقه. لا ما دام وصلت لغايه كده يا حماد، يبقى حق ابنك عند مراته اللي مستقرضاه، واحمد ربنا قوي ان الحكايه جت في تامر ابني. على الاقل احنا ستر وغطى على بعضينا، مش احسن ما كانت خلت سيرتكوا على كل لسان؟ يا سلام، ودي بقى كمان عاوز تحملها لنا جميله ولا ايه يا راجل؟ واحنا في بيننا وبين بعض جمايل. بس انت لو بتفكر صح لازم تسال نفسك، اللي بعت الصورة دي بعتها ليه؟ عشان يفتح عينيا يا أخويا. لا وانت الصادق، عشان يوقع بيننا وبين بعض، وبحضرتك بغشوميتك تنوله اللي هو عاوزه. ما تسألش نفسك ده مين؟ بيعمل كده ليه؟ اسمع يا لطفي، الكلام ده كله ما يخصنيش. أنا جيت لك وقلت أتكلم معاك راجل للراجل، بس للأسف بقى لقيتك بتتصرف تصرف غريب أنا ما فهموش. زي ما ابنك ما هو غالي عليك، أنا كمان ابني غالي عليا، وحق ابني مش هسيبه. يا عم يا عم أنت ما كملناش كلامنا. دي مصيبة. أيوه يا زفت، أنت فاني داهية. سيب اللي في إيدك ده وتجي لي المعرض دلوقتي حالا. حاضر يا حاج، حاضر. مسافة السكة وهبقى عندك. طب ما ترسيني يا حاج، هو في إيه؟ دلوقتي حالا يا حاج من غير زعيق. حاضر يا حاج، حاضر، جاي لك دلوقتي. سلام. ايه القرف ده؟ يا نشأة حماد اتجنن خلاص. لا لا انا استحمله ليه؟ وانا هلاقيها منه ولا من البني ادم ده اللي اسمه زناتي؟ محمد اقفل دلوقتي واكلمك تاني، بس اوعى تنام. ها يلا سلام. تشرفت يا حلت امك. اكيد قصدك على ابني مش كده؟ لا ما تخافش، حلت امه اللي هيعرف يروح ولا يجي. بينا حلوين اهو بنشيل سلاح. نزل سلاحك يا لطفي. يا عال انت عاوز مني ايه؟ دلوقتي عايز منك ايه؟ ما انا جيت لك زمان لحد عندك في البيت، فتحت صدرك عليا وطردتني. وريني بقى دلوقتي هتحله من تحت ايدي ازاي؟ انت بتتكلم عن ايه؟ من حلت امه. خلصك من انت في سنين. ما انا عارف، بس احرق قلبك عليه. فهو نكد بنكد بقى ونتنكد كلنا. تامر عيل صغير سليم، صحيح طويش، بس اقسم بالله العظيم عيل صغير. فزياد برضه كان عيل صغير، وندكت عيلة صغيرة، بس ضفر عيل من دول برقبة ابنك الحيوان. زياد كمان على فكرة ما كانش عندها غيره، وأم ندى ما كانش عندها غيرها، وأم أنا كمان ما عندهاش غيري. جرب بقى حرقة القلب. بس أنت مش هتقتله وتقتله، مش هتقتله صح؟ دلوقتي مش هتقتله وتقتله، مش كده؟ ده أنتوا خليتوا الدنيا كلها تقول عليا سفاح. سليم الأنصاري بلطجي، بس أنا مش محتاج أقتله، عشان دلوقتي معايا الدليل ان انا احبسه. بس دليل ايه؟ اه صحيح، ما احنا الكلام خدنا ونسيت اقولك. التليفون ده عليه الفيديو اللي زياد صوره وابنك بيخبط البت وبيموتها. انت جبت الفيديو ده منين؟ الفيديو ده مش موجود مع حد غير مع زناتي بس.
ما زناتي اللي ادهولي. زناتي جالي وعرض على اي عرض يرضينا احنا الاثنين، بس انا قلت اعمل باصلي واجيلك. جايز الاقي عندك عرض احسن وهو انت اولى. قلت ايه؟ لو عايز تسمع اقعد، واقعد ورايح ظهرك واسمع الكلمتين.